انت يا بنتي انت جايبني هنا نعمل ايه؟ واحنا بتوع جيم وبعدين انا مش عايزه اخس. ومين قال انا جايبك عشان تخسي اساسا؟ انا بحبك كده. احنا جايين نظبط الشيب عشان كل ما ناكل حاجه نحرقها. معاك حق بس انا يا مدي متضايقه من اللبس اللي انا لابسه ده قوي، انا شبه طيارين الدليفري بتوع البيتزا. بيتزا؟ بقول لك ايه؟ ايه؟ عايزين بقى ايه؟ نطلب لنا اتنين بيتزا سوبر سوبريم. ايوه. واتنين شيز لافرز. اه. اوكي؟ وتبقى كبيره قد كده. اه. وتبقى بالجبنه. ده عشان نبقى ايه؟ يبقى في حافز ان احنا نخلص وناكل على طول. صح معاك حق. لا اله الا الله، الولية بتتمرن بالجنس وهي خلاص هتموت، ده فاضل لها ثانيتين. عاش يا حاجة. لا حول ولا قوة الا بالله. الو. هولا. هولا. تريننج؟ شو نادر انا دورها؟ لا 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 عايزة واحدة أرفع. لا إيه دي؟ لا يا ميت. منين ما هم هنا لا كده؟ لا لا لا. تبع صح؟ شي. ماي وايف. شي. شوشو. تيك كير أوف هير أند. لا يا ميت لا. دونت وري، استني بقى. Take care of it. Don't make strong work. Just a little, yes. Little to be slim, not slim. Little shape. Está muy hermano. Tranquilo. Vamos. انت هتتبهدلي. ما دي لا ما تسيبنيش يا مادي. تاكيلو. ما دي ما تسيبنيش. انت رايح فين؟ باي باي. Venga, no. La mano detrás, la mano detrás. Una mano, la mano detrás. Aquí. No. La mano detrás. Vamos. Aquí. Rápido, sí. Así. Así es. I'm sexy and I know it. Buenos días. ¿Qué tal? Voy a ser tu entrenador personal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ente? Yes. Coach, the coach. ¿Cuáles son tus objetivos? Al ashrah. ¿Tú te consideras...? أنا مبلغ. جسمي خلاص، أنا مبلغ وعايز أدفنش. أظبط بقى كده. الدهون بتاعتي 4%. Te manejas solo, ¿no? عايزها 3.5. لو. Start. فيش كرسي؟ شوف. كرسي، شير. طب اسندني بس. زق زقة كبيرة. هنا. بطني بطني. هنا. هنا. دوش. دوش. يخلي. اوكي without you بقى I will try. Okay. لو حصل لي حاجه هيلف. بحسب بس انا هطلع ازاي. هوبا اوكي اجي هوبا هوبا مره وهنكمل. اوكي اللي بعده بقى ايه؟ I don't care. تعال. What you did? أتنتا. أتنتا مين يا متنتا؟ أنت بتعمل إيه يا ولية الله يخليك بتاعك فرقة عايزين يخرب. No 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 no. لا بصي بصي اسمعيني بس أنت ليه منفعلة كده؟ No 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 no. بصي. بمش 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 بمش. عايزة إيه؟ يا لهوي بتاعك فرقة. البتاعك فرقة يا ولية. Coge estas pesas. ماشي. Biceps. Okay. Biceps. Wait, 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 wait. I will let you see. See, okay. See. No, no, no. Subimos con el derecho. Yes. No. Biceps. Nadar, no. Biceps. Sube ese brazo derecho. Sube ese brazo. هو ده الصح بقول لك، هي دي التمرينة. Hacemos hombros. Yes. Allah. Sube las pesas. فرقت؟ كوتش؟ فرق؟ ايدك بتعمل تقل، ايدك بتعمل تقل. Sube los brazos. Sube los brazos, sube los brazos. Nos ponemos aquí. ¡Eh! ¿Bíceps? ¡Uy! Bueno. ¿Marwaja? Así no se puede entrenar.
Escúchame, las clases de baile التمرينات دي están allá al fondo. Las clases de baile están allá al fondo. ايه؟ ما تزعقليش، انت فاكر نفسك مدرب بجد ولا انا ادفع لك فلوس؟ نو ايه اللي نو ايه؟ نو سي نادا. انت خدت فلوس. عندها لك شوشو. هتزعلك. Voy a darle una última oportunidad. هتزعلك. يا لهوي، يا بنت البتاعة دي بتقف ازاي؟ تفتكري هنا في كاميرات؟ نو مفيش كاميرات. طب خلاص يبقى انا هبطئ. بس اوعى اما تيجي تقولي لها. اوعى تيجي خالص. ماشي يا باموس. نو 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 نو. باموس. لا لا يا خرس. يا ولية هتكفى على وشي. باموس. لا لا لا. استراح شوي. ¿Quieres agua? ¿Estás cansado? ارتاح شوي. Agua. Una copa. قهوة. هات لي قهوة. ضغط. ايه التمرينات البدائية دي؟ Esto es fácil. لازم النزلة تبقى صح. عارف الجمل؟ Quiero que chupes el suelo. Bien. 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 Sí. Bien. Una más. Sigue. Tres. Cuatro. Vamos. Okay. Sube. Sube. Vamos. Okay, okay. Choca las manos. Ahí. Vamos, que te quedan dos. Dos, dos. Solo dos. Vamos. Vamos. Bien. عايشنا كوتش. عاش. رايت. هيجا. اي. بين. نو 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 نو. اسبيرا اسبيرا اسباسيو 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 اسباسيو. نو 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 موفيمينتو ريكتو. انت بتغلط اللي انت بتقوله ده. ريكتو باجا ريكتو. لايك ذيس. نو. ايش. اوعى 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 الموج عالي. اوعى ما تخمد تخش جوه. الموج عالي يا عم. اسباسيو اسباسيو. Ponte así. ¿Eh? Súbelo para arriba. Ahí. Chic, chic, marzú, cada aligambi. Chic, chic, marzú, cada aligambi. ¿Arefa? ¿Y no es el son? ¡Ahí es de! ¡Ash! ¡Baja! ¡Sube! ¡Baja! ¡Sube! Coach, Max, ¿segura? Otro ejercicio. ¿Segura? ¡Shed! No. ¡Shed! No, 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 no se fuma. ¡Shed, Jormón! ¿Aquí no se fuma? ¡Shed! ¡Cuatro más! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno al late! So banging, shorty like a belly dancer with it. Smell good, pretty skin, so gangster with it. No tricks, only diamonds under my sleeve. Give me the number, but make sure you holler before you leave. I know you like me. I know you like me. I know you do. I know you do. That's why whenever I come around, she's all over you. And I know you want it. I know you want it. It's easy to see. And in the back of your mind, I know you should be on with me. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? Don't you? مين اللي قال ان انا واخدها عشان تخس خالص؟ انا عايزها عشان تظبط شكلها بس. لا خالص بالعكس. أوه. انا كنت بلعب معاها بس هي اللي كانت ست عنيفه اساسا. هي ما كانتش عارفه تمرني قوي عشان هي مش فاهمه الفالابيلتي بتاعت جسمي. يعني في انا عندي حته كده بتلف لوحدها هي ما كانتش مستوعباني. فقعدت اقول لها لا مادي عايز شيب مش عايز سليم اند ليفت. مش عايز نخس عايز بس يظبط الشيب. هي ما فهمتش. فمش هكدب ان انا في الاخر ضربتها بصراحه. المشكله في الترينر هو ما بيعرفش اصلا يدرب. هو تمريراته كلها غريبه ومش مش صح
وانا حاولت اعلمه الحاجات اللي انا اعرفها اللي انا اتمرنت بيها وظبطت لي جسمي. بس مادي فرق جدا، يعني مادي فرق جدا بعد التمرين، بقى عنده البتاع اللي هي الايد باكس دي هنا كبروا كده وكلكعوا حلوين قوي. هي الرياضه بتدي بوزيتيف، احنا اصلا بوزيتيف من غير حاجه، وي دونت نيد سبورت. لا انا ما بتعبش، ما فيش الكلام ده، مفيش نهجان، مفيش اي حاجه. انا بطلع، انا اصلا احنا ساكنين في السابع ده عادي جدا، الاسانسير شغال وكل حاجه، ما برضوش عشان اطلع وانزل اعمل رياضه، ما بحبش استخدم الاسانسيرات والكلام ده. الاسانسير عندنا بالكارت كده، احنا مش واخدين الكارت عشان مش محتاجينه. مش صح يا مدي؟ انا هحتاجه ليه؟ لان انا بطلع في دقيقه بس خلاص. بنحفز نفسنا علشان نروح نتمرن، انه احنا بنروح ناكل شوكليت قبل التمرين، كل واحد فينا بياخد 2 بار كده بيسخن نفسه بيهم زي تسخين الماسلز اللي جوه الجسم. بعد التمرين بيبقى طبعا ال2 بار اتحرقوا، فبناخد 2 بار تانيين. في النص بيبقى في بار ونص كده بنقسمه انا ومادي، ده اسمه كوميونيكيشن مارج، دي سياسه كده في الرياضه. صح. احنا قرينا عنها وبنتبعها، وبنلبس الوان، بنبقى مبسوطين، بيبقى شكلنا حلو، بناخد سيلفي في الجيم، كل دي حاجات بتحفزنا. انا كل يوم الصبح بفتح التلفزيون على دبي الرياضيه، اشوف بقى سباحه، اشوف خيل، اشوف كوره، على حسب اليوم. انا ببتدي اليوم بلعب الرياضه بتاعتي مع دبي الرياضيه. الحق يا مادي المدرب بتاعك اهو. انهي واحد ده؟ يا بنت اشوف، يا بنت ده جوجو، بس تعالى يا بنيه. ايه رايكم فينا بقى واحنا بنعمل رياضه؟ لا انا عاجبني اللياقه بصراحه، في شفتي؟ لياقه عاليه. يعني بجد في لياقه عاليه قوي، صح ولا مش صح؟ انا كان ناقص اغنيه روبي على العجله. تيجي ايه روبي فين؟ ده انا عليا تجديفه بالعجله ما قلناكش. دلوقتي احنا كنا في شهر العسل، عايزين نعرف بقى في شهر العسل احكولنا عليه. لا لفينا في شهر العسل بتاعنا ده خد مده طويله قوي، يعني تقريبا احنا لفينا، احنا رحنا فين وفين بقى؟ احنا ثلاث اسابيع عدينا، عملنا الاول كروز. كروز رحنا كروز، كروزوا يعني لفوا العالم كله. كروزوا صح؟ مش كده؟ مركب كبيره، قعدنا اسبوع لفينا كذا بلد، كذا بلد. كرواتيا، مونتينيجرو. ايه البلاد دي؟ ما احنا برضه كروزنا، هي على يمين كروزنا. ايطاليا كده. انا ومادي خدنا مركبه اللي هي اللي بتبقى عند قصر النيل دي، عارفها اللي بيبقى شغال فيها زق وزقه. وخدناها قعدنا بقى ايه بزق وزقه، نزلنا شويه عند المرسى بتاع المعادي، عند المرسى اللي هو بتاع كروزنا، مرسى الكتكات ده حصلت فيه بلاوي. يا لهوي ما اقولكوش بقى، وانتوا بقى ايه بقى؟ لا الكروز عملتوا بلاوي؟ عملتوا بلاوي في الكروز؟ لا بعد الكروز نزلنا بعديها على ايطاليا. احلى حاجه في الكروز هي ايطاليا كلها. احلى حاجه في الكروز كان اخر يوم قامت عاصفه، دي احلى حاجه. وإس فجأة لقيت إسماعيل ياسين معايا في الأوضة، عارفة إسماعيل ياسين في البحرية؟ هو أصل اليوم ده المفروض إن أنا كنت ألم الشنط بقى، عشان إحنا الصبح إحنا كنا أخدين السويت في وش المركب بالظبط. والمركب اليوم ده قامت عاصفة، أنت في وسط الماية، أنت طول الليل مش شايفة حاجة. خلاص أنت في بحر، مش شايفة لا أرض ولا سما ولا أي حاجة. فاليوم ده هو نام وأنا المفروض بلم حاجتي في الشنطة الأوضة، بالرغم إن ده سويت، بس خدي بالك سويت على الكروز مش كبير طبعا. يعني أوضة برضه يعني. وأنا فجأة بقت بتاع عمالة تعمل كده، إسماعيل ياسين فعلا ترك، هو صحي عمال يترك. يا استنى اثبتوا يا جماعة، عايز ألم الشنطة. فكل شوية ترك روح مخبوطة في حتة. قال لي أنت مفكرين إسماعيل ياسين في البحرية. بس ده حلو، العاصفة دي حلوة، تجيب حاجات حلوة. اه أيوة بس أنا لا انا ابتديت افكر بقى في تايتانيك و شاكو رز، عملت شاكو رز. هو انا بعد ما اتجوزها بقى مستني حج عشان اخدها في حضني. ده انا بتكلم على واحد معاك. يلا يا كمان بعد جوازها. يعني كمان بعد جوازها كنت سيبي نفسك ايدك يا سوزان. طب انت يا عفيفي بتغير على نجله؟ انا قبل كده او يعني الطبيعي بتاعي انا ما بغيرش خالص. مش ثقه في ان انا جاح بقى والجو ده. لا لا انا ما انا بغيرش. اولا انا عارف نجله عامله ازاي او لا احاول سنتين يعني ما بتجري. فانا انا انا مش من نوع الغيور. بس في اول علاقتنا انا اول مره اعرف واحده فنانه، فمثلا ايه خارجين الناس صوتها بتتصور وباي باي بقى، وباي باي العربيه ولا واحد بيديني الكاميرا ويقول لي صورني مع المدائن. يا نهار الجو ده.
فاول مرتين ثلاثه كده قالت لي ما ينفعش نزعل الناس وبتاع. قلت لها ناس ايه؟ انا اقعد اصورك مع الناس وبتاع كده، في حد في تنشنة استغراب لسه. كان في استغراب في الاول كنا في مره في حفله راس السنه ومجموعه جدا جت لنا في المكان اللي احنا قاعدين فيه، انا اتصور معاكي وبتاع، وانا قلت لها مفيش تصوير، قفشت بقى جدا. عملت فيها السبع دقايق مفيش تصوير. اليوم ده كان عالمي بالنسبه لي، فكله ترص ونجله واقفه وراهم وبتاع، والراجل لسه هيدوس الكاميرا وانت جايبها انزلي تحت. فالصوره اترك من غيري يعني، فاهم؟ هو طلع بسرعه، طلع مكسر. طب يا راجل انت بتغيري عليه؟ جدا، عشان بس لا هي هقول لك بغير ليه وامتى، ما هي الغيره ليها وقت. لا ايه بقى؟ يعني بغير لما نبقى اقول قولي. انا عارفه يعني، اقول لك نجلة انت انا بقول لك انا هغير لما اكون عارفه ان في واحده بتستهبل وهو عادي. لكن لو هي مش بتستهبل لكن انت على فكره هي بتقول لك كده عشان انت لا 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 بس هو مش عادي. هو انت شايفه هو كان متضايق، وبعدين هو لازم اي واحده يعني مثلا تلاقي واحده احنا خارجين في حته ما تعرفنيش واقفه تلغي معايا ساعه الا ربع، طب هو خارج مع مراته. طب ما هو وبعدين بقى انت بتعرفي هو بتلغي فين؟ استنى بقى تيجي تقول لك ده انا كنت اعرفه من 15 سنه. اوكي فاكر بقى يا عفيفي لما كنا بنخطف اللحمه من من بق بعض؟ طب ثاني عفيفي خلاص يا ماما، طب انا خارجه مع جوزي هنقضي اليوم معاكي ولا ايه؟ طب هسالك سؤال، تفتكري الستات او البنات اللي بتحاول تقرب دي بتقرب منه عشان هو ما شاء الله ربنا ميسر حاله كده وعلى قلبه قد كده، ولا عشان هو امور وبيبي فيس، ولا عشان هو عنده عرق تركي، ولا عشان هو جميل؟ لا وتحسي كده في جاذبيه. استنى مش عندكم حاجه ولا ايه؟ انا هنخلص كده. انت محتاجه انا حذرتك على فكره، انت مش مصدقاك. انا حذرتك، انا قلت لك بتقول. انا هقول لك على حاجه، انت محتاج الست دي في حاجه. انا هقول لك حاجه، انت محتاج الست دي في حاجه. انا واحده لغت وواحده بتاع بتجيب بس عامله فيها تقيله. لا لا لا، قلت بقى هو بيبقى رايح معاها، هو الراجل اللي جه ولا عمل حاجه. انت بتغيره بتحبيه؟ ما تنكريش يا نجم. ايوه بغيره وبحبه، بس بصي له في وشه قولي له بحبك وبغير عليه. بحبك يا عفيفي وبغير عليه. ما تجيبي ايه ده؟ ما انا خاف اعمل مش حاجة علينا. ما انا افرضي، بصي شفتي عملوا ايه؟ انت ممكن تفتحيني. بصي هو لمسوا ايه؟ تعال ما انا خايف. طب خلاص غرزتين كده بسرعة. بتغلس عليها في لبسها؟ يعني بتقول تلبس ايه وتلبس ايه؟ عجبتكم قوي؟ ما هيبقى في خناق. تحس ان هما كانوا معاكوا بس. ممكن يقولوا على فكرة اعتقد ان دي مشكلة كل الرجالة والستات. ما عشان كده ده هو ايه يعني؟ يعني في غلاسة، في مش غلاسة، اوفر مش غلاسة. لا لا، اولا يعني حسب، اولا احنا رايحين فين وقاعدين فين وفي انهي بلد وفي انهي مكان. كل حتة وليها ليميت، ليها ليميت حسب بقى. بس انا مش بلبس حاجات تضايقه، بس هو مثلا ايه، هو مش قادر يفهم ان لبس السهره كده. يعني انت لو رحتي تقولي عايزه البس، لا انا قادر افهم بس انا حر. فانت تروح اي محل تقول عايزه البس لبس سهره، يا قصير يا مفتوح من فوق، ما اعمل ايه طيب؟ لا عادي، ما لو طولتيه لا يا حبيبتي تضربي تحتيه بودي كارينا بس. عادي ساكت. لا ايوه غلط من عندك صح. انا لو والله العظيم انا ابتديت احبك اهو صح. وانت بقى لو متجوزتني اضرب بودي كارينا يا عزيزي. طب والله لا اعملها واضرب لك بودي كارينا واشوف هينزلني يا عزيزي. بصي يا حبيبي، انا لو انت اتجوزتني هلبس لك ليجن كارينا وبادجي كارينا. مبروك يا عفيفي. بيخلي الواحدة عرقانة وقمر مش قادرة أقول هتنبسط. طب قولي لي يا نجلة بجد، أنت فعلاً شايفة إن من حق الزوج إن هو يقول لمراته تلبس إيه وما تلبس إيه؟ يعني مثلاً أنت عاجبك فستان قوي وخلاص وسستمتي نفسك ورتبتي نفسك هلبس ده في مهرجان أو حفلة، حصلت وقفل بقى يوميها، تعملي إيه؟ هو ما بيقفلش على فكرة، يعني هو في ميزة، عفيفي ميزة. هو كله ميزات مش لا 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 ميزة واحدة. لا والله ما ميزة واحدة فيها ايه دي؟ ده 100 ميزة و100 حاجة. استنى استنى لا خلاص هتقعدي اضربي. انت فرحان؟ ايوه اضربي. فين شخصيتك في البيت ده؟ طب تعالي انت اقعدي هنا وانا قاعدة. تعالي 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 انت اقعدي هنا. حياتي والله خلونا ده اشيل الحاجات دي ربع ساعة. ايوه يا حلاوة. بصي حلوة قوي من قريب. اقسم بالله ما هي راجعه. خليها ده من والله ما هي راجعه. والله
اي حلاوه دي. بصي روحي، بصي انا بصي عيني عسلي خالص. سمعتي قالي تاني؟ روحي بصي روحي يا نهار. بص عينه، بص عينه. انا مش عارف ابص فين دلوقتي. لا يا اختي تعالي جنب الزوج. لا لا روح روح خلاص اقعدي في روحي. ده غلط عليك يا عم. ما هي راجعه. المهم ان انتوا اتنين بتغيروا، شفت وانت بتغيروا. انا بغير ايه؟ طبيعي طبيعي ما فيهاش حاجه. كلنا عارفه لو قلتي تاني احسن. عارف. بصي بقى حكايه اللبس دي، عشان هو في حاجه لذيذه. هو ذكي فستان تحفه عليك يا حبيبتي. اه بس مش ملاحظه ان هو قصير سنه؟ لا يا فيفي مش قصير. لا لفي كده. طب لو لقيتي حاجه اطول يبقى هيبقى الذ. يعني انا بغير عليك يا فطبعا زي الكلبه. اه على الفستان انا بسوي واحد تاني. كيفك الكلمه داخله صح؟ طبعا صح. لكن عارفه قال لي ايه الزفت انت لابسها من غيره مش عارفه ايه؟ لا هلبسه بقى. اه فايز ذكاء راجل. هي عناديه جدا على فكره. وانا عناديه. وانا كمان عناديه. وعندي عندي بقى هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني اما اشوف انا ولا نجله اللي هتاخد عطلي. زينا زي اعملوا زينا. يلا يا ميج. يلا. شوف يا عفيفي والله طبخلك بايدي. شوف حاجات بسيطه كده عشان انا عارفاك حرش وتحب الحاجات الحرش. يلا وانت ممكن تاكلي برضه. ممكن تدوقي. شايف التعاون؟ ايوه. انا بتعاون مش باكل لما بطبخ. اه ما بطبخ وبتاكل فبتعاون فعلا. انت ايه ما بتتعاونوش؟ لا هو بيتعاونش. بتطبخ حلو جدا. بتطبخ حلو؟ بص ابتديت اتضايق. ابتديت نفسيتها تقفل. باين على جسمك. تقفل. تعالى يا مدي خد الشواك يلا. طب نساعدكم طيب؟ لا 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 خليه. صاحب ضيوفه كده؟ في مكان تاني لطبق؟ لا. انت جبت واحد رز بقى و كنا حطينا لهم بتنجان. يمكن يكون بيحب البتنجان. ماشي. صح؟ خد ده معايا. خلاص انا هاخده. تعرفش تشيل كتير مع بعض. امشي. يلا. امشي الا تتكفى على وشك. مش ناقصه اقعد امسح انا بقى. تعالى شيل الرز ده. خد. حط البتنجان هنا. يلا. يلا جالك البتنجان. بصوا بقى عامله لكم حاجات خفيفه قوي عشان ايه الدايت. الدايت عفيف الاول. عفيف الاول ما تستعجليش. انت مديني سكينتين واحده. اه بجد ده اكيد دي علامه. دي علامه الله. دي علامه. علامه تخلص السكينتين يعني زوجتين صح. الراجل اللي يطلع له سكينتين يبقى هيتجوز اتنين صح. وانا مش معترضه. اتفضل. خلصي. يلا بتحب تاكل ايه بقى يا عفيفي قولي. تاخد مقاسي؟ مش عارف. بحب اكل ايه من ده ولا بحب اكل ايه في ال لا قولي عموما وانا بس اديك عشان احدد هديك اعملك سندوتش من ايه. انا بحب اكتر اكله بحبها الستيك الفيليه. اتفضل. اه فيليه ايه؟ فشه. اه ممبار. لا طب فشة. يبقى الممبار اهو من ايديكي كده مره. طب اديه لك في بقك. ايوه طبعا. يا لهوي. يا اخي يلا عظيم عندك كاميرا. خد خد اقعد. انا اللي هاكلك. اقعد اقعد ما تتهورش. على فكره هو كان جاي ياكلني. اقعد ما انا خدت بالي من الحاجات دي عشان كده رحت مرجعاه. ايوه. وايه تاني طيب قول لي. ممكن تاكليه طحينه بيحب الطحينه. طب يبقى نعمل له سندوتش بقى. بصي بيعشق البتنجان. بجد؟ لا لا ده انا بتقولي معلومات غلط. اه دي مش سهله. شوف وانا اللي قلت هنتعاون سوا. شركه مساهمه مصريه. ها؟ بيعشق البتنجان. اديله حته بتنجان. يعني انت مالكش في الفشه والكرشه والحاجات دي؟ لا ممكن كبده جدا. اهو كبده اهي. بطحينه يبقى هايل جدا. لا انا دي مش كبده. استني بس عشان انا دي مش كبده. انا مشغله غلط؟ دي كرشه.
انا دي كرشه دي فشه. عارف الفرق بجد ولا بتهرج؟ والله فشه. يعني ايه اللي هي بطن سندوتش صغننه اللي هم بيقولوا كده؟ تسلم ايدك. حاجه صغننه كل يوم. هو ده ملوش لازمه. انا باكل اهو. النبي عربي كده. وانا احب الراجل كده اللي على طبيعته. يا لهوي. استنى انا اكلك. احنا لو انت في وقت واحد ماشي يلا. عملنا كده في فرحنا. اكلي بقى. اكل اكلتك في فرحنا. يعني احنا عملنا كده. انت بتعرفي تطبخي ايه؟ ايه اللي انت بتحبي تطبخيه؟ لا كله بقى. احلى اكله هو بيحب. لا هو بيقول ايه احلى هي أكلة. جايبه جول في الفيليه جدا يعني اكني قاعد في ريستورانت. ريستورانت يعني ما حصلتش. شوفي قالها ازاي. ريستورانت. انت قلت ايه بقى؟ ريستورانت. انا سمعتها ستورجي. يعني هو عارف ستورجي. لا انا بابا بتعلم بقى. لا ما حصلتش. وبتعمل سلطات وكل يوم شكل يعني ما اعرفش. ريحي نفسك يعني مش هيجيب معاه نتيجه بقى البتنجان خالص. المنطقه دي مش بتاعتي الصراحه. بس ممكن يخسر الجوازه باظت. ممكن اخليها تبقى بتاعتي. بس انت ممكن تجرب. يعني مالكش في الحاجات دي؟ ايه؟ مالكش خالص في البيت. لا ليا يعني بس في حاجات معينه. حاجات مالكش فيه. لا اوقات يعني ممكن كبده وسجق. ان شاء الله هيشوفك. ان شاء الله هيشوفك في الجواز. طب من برايا كمان بقى. من ايديك؟ امال من ايه؟ عايز ايدي انا والله. بس عايز ايدي. اسكت. ماشي خلاص. طب قولوا لنا ايه اكبر خناقه اتخانقتوها بقى بعد الجواز؟ بسبب الطبيخ. بجد؟ اوحية ربنا. بجد؟ في رمضان دي عمالين نقول بتطبخي حلو. انا قضيت. لا انا مش بص انا بطبخ حلو بس انا مش عشاقة المطبخ ان انا اقعد في مكان انا بتخانق من ال. ما هي كانت مقفوره شويه. واول مره بقى اعيش جو البيت يعني انا مثلا ايه كنت ادخل اجيب الحاجات على القد دلوقتي انت جبت البيت كله. يعني هو كل التفاصيل بقى واصناف كتيره وبتاع قعدت لها 10 ساعات وما كنتش يعني. لسه بتعلم يعني بعد كده اتعلمت اللي هو في حاجات تجهزها تكون موجوده اصلا اوريدي عندك دي ما كانتش عندي فانت كل حاجه بتعمليها من صباح الخير هنقشر البصل صباح الخير هنفصص الثوم عارف كل حاجه من البدايه عندي فاليوم ده كان في رمضان ففي فطار حضرت الفطار قعدت طبعا اطبخ من الساعه 11 الصبح خلصت على الاذان جا كان الفطار الحمد لله وقعدت اتفرج على التلفزيون بكل براءه وانا دخلت في بقى اطباق المسلسل بتاعها ما كانش عندنا ما عندي شوفي بيشوف شغلك يعني استني بس مش مهتم بيكي طيب استني بس احكي لك بقى فدخلت بقى بشيل بقى الحلل وال كل الحاجات دي والاطباق وغسيل وبتاع خلصت الساعه 11 وشويه خرجت اي مش هسحر داخله المطبخ تاني ابتديت بقى يعني انت باليوم ده من 10 الصبح لغايه 11 بالليل من 11 ل 11 تقريبا 12 واحده بالليل كده خرجت قلت له لا انا مش هعيش حياتي في المطبخ انا عمري ضاع جوه انا عادي انت محسساني امال لو يوم عادي بقى وفي فطار وغدا وعشاء لما افطر وسحور وخلاص ومش طايق انا لا 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 مش ما لا 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 انا ده انا مادي بياكل 10 طقات في اليوم ده ربنا يسهل يعني ده الراجل فطار وسحور وانتوا نفرين لا لا مقفورة على نفسك ليه؟ لا ما خرجت قلت لك انا مش هعيش حياتي في المطبخ وقعدت عيطت ده انت اتخانقتي مع نفسك كده انت كانت الخناقه مع نفسي اللي هو انا قاعده بقالي 11 ساعه جوه في المطبخ مش شايفه غير بوتاجاز والحوض والاطباق والبصل والبتاع وانت قاعد بره بتفرج على التلفزيون واعملي لي شاي يعني شوف انت عسل نسيت قلت لها انا مش فاكر هي شوف نفسيه جعانه انت عايز واحده تهنيه صح عايز واحده بفكرك بس عايز واحدة تساعدك هو في أكتر من كده في قطعي عليا